هاي، ازيكم؟ انا هبه حكازي. هنتكلم النهارده عن شويه نصايح ناخد بالنا منها واحنا بنعمل البيت. اول حاجه الستاير، حجم الستاره وطولها بيفرق كتير في شكل البيت، يعني الستاره كل ما بتكون اعرض كل ما البيت بيبان اشيك. حتى لو عندنا الشباك في نص الحيطه، هنخلي عرض الستاره من اول الحيطه لاخرها، وطبعا طولها من اول السقف لحد الارض مش من اول الشباك. تاني حاجه السجاد، كل ما السجاد بيكون اكبر ونازل تحت رجلين معظم الفرنتشر كل ما البيت بيبان اوسع، خصوصا سجاد السفره. حاول دايما نخلي سجاده السفره نازله تحت كل كراسي السفره حتى وهي مفتوحه. ثالث حاجه الدهانات، ابعدوا عن الالوان الغامقه في الدهانات خصوصا لو المساحه صغيره. حاول دايما نختار الوان فاتحه، ومهم قوي قوي نختار الفرش بكل الوانه الاول وبعدين الدهانات. مش رابع حاجه الفرش، بلاش الزحمه في الفرش يا جماعه. نحاول دايما نختار الفرنتشر بناء على مقاسات مناسبه للمساحه، ونحاول ان احنا واحنا بنحط الفرنتشر نقربه من الحيطه على قد ما نقدر عشان نسيب مساحه كافيه للحركه. اخر حاجه هنتكلم عنها النهارده الاضاءه. الاضاءه من الحاجات المهمه قوي في البيت، فلازم نراعي ان كل فراغات البيت يكون داخلها اضاءه كافيه، سواء اضاءه طبيعيه زي ضوء الشمس او اضاءه صناعيه زي السبوتس والنجف وخلافه. احنا النهارده اتكلمنا عن 5 حاجات بس، ابعتوا لي حابين تتكلموا عن ايه في الفيديوز اللي جايه. والنهارده اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا، باي باي.